عارف لما شفتك انا افتكرت ايه؟ مرة زمان ماما قالت لك تيجي تاخدنا من المدرسة، انت ما كنتش عايز، فجيت اخدتنا انا وارو. يا ماما ما كنتش طايق نفسك. مين قالك؟ طريقتك وعصبيتك علينا. يا ماما كنت مشغل اغنية لأم كلثوم وانا كنت عايزه اتكلم معاك، كان في حاجات حصلت في المدرسه عايزه احكيها لك، كان عندي اسئله كتير، انا كنت بحب اتكلم معاك، لقيتك متجاوبتنيش على ولا سؤال، وقعدت اتكلم على هناكل ايه على الغدا وان الجو برد، كأنك كنت بتسكتني بس مكسوف تقولها لي، فقعدت بقى تقول أي حاجة. بس أنا مسكتش وقلت لك يومها أنا مش عايزة أتكلم على الأكل والجو، أنا عايزة أتكلم معاك أنت. رحت زعقتلي، زعقتلي عشان عقلت صوتي، وفضلنا ساكتين طول الطريق. عمري ما نسيت الموقف ده، وكل ما بفتكره بحس ان انا كنت ضعيفة قوي. انا عندي طلب. من فضلك ما تكلمنيش غير على الأكل والجو. النهاردة وانت داخل علينا حسيت ان انت كنت خايف مني، وده احساس ما ضايقنيش خالص، بالعكس انا فخورة بيه. كان كل ما اي حد يسألني عنك اقول له مسافر، ده مسافر، دايما مسافر ما بترجعش. في حاجة كمان عبيطة قوي بس بتوجعني، عمرك ما هتصدق اصلا، ريحة البرفيوم بتاعتك كنت كل ما اشمها على اي راجل بكرهه من غير أي سبب، وبتعامل معاه بغضب غير مبرر لمجرد إنه بيفكرني بيك. برضو مشي ايه يا يحيى؟ في ايه؟ انتوا كويسين؟ مالكوا؟ Oh, my God.
اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.